السلام عليكم، معكم تشوا مافيوزي ولا ضربات تقدم الفينيسيو. كاين حسن كاين محسن كاين محسن كاين حسن، الجلده والجباده ولا صلاه لعباده. زاكستر صديقاء، اليوم عندنا جوج بيسيات دراري في شكل دراوش. شرفت لكم من هنا، تلاقيت معهم مره مع جوج ودرك ما نحكموش عليهم من الغلاف. بارطاجيو الفيديو صليهم، ما باغي ندير معهم واحد فيلم قصير، ما بقاتش عندي لا المرتوم الاول. من 2008 والمينوط ركب في يديا، شحال من سيلون وشحال من كوميساريه، مازال لحد الان عندي حسن سير قايم تقدم للعداله بدون سوابق عدليه. 10 سنين ابتدائي وربع سنين سابعه ومغادره طوعيه وبيع على اسيادو مدبر ليا. قدر يجيش معلك فين خويا مالي وحدك لحظه عزالي وروجو مالي كبرك ان شاء الله. باق 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 الجلده والجباده ولا صلاه لعباده. انا ذوك اللي زيد دميله علاش؟ هذا هو المشكل عند بنادم، تيجي الصباح تيقول لك راه خوك ما عنديش معاه. ولاش عندك معايا انا كاع؟ ما كايناش هادي، حتى واحد من تيجي عند الاخر يقول له راه ما عنديش مع خوك. جوج واحد واحد جوج وقسمنا المعادله. نقدر دابا نهضر مع شي واحد وما يجاوبنيش الاخر؟ ما يمكنش، هذا هو السبب اللي عندي مشكل مع العالم. تقولكش انا نهضر مع واحد باش يهضر الاخر، ورا جوج في واحد واحد في جوج. جوج في واحد، جوج في واحد شحال؟ جوج في واحد هي جوج، واحد في واو مغيرين الصوت في البعض. شكون هو حسن وشكون هو محسن؟ بحال بحال اللي بغيتي. كاين حسن كاين محسن كاين محسن كاين حسن، بحال بحال. دابا مازال ما عرفناش شكون هو حسن. ما عرفتش هذاك. دابا الناس المقربين واش كيقدروا يميزوا ما بين حسن و اصلا مش عيطوش لنا بالسميات، توام مافيوزي ماشي قليل اللي كيسمي الوالد ديال الدار العائله شي واحد. الوالد كيقدر يميز بيناتكم ضروري ولا في الصوج؟ ما كدوزوش عليه شي مره دكاكه؟ لا لا ماشي هذا الوالد كتجبدنا من الدروج، طلع الدروج تجبدك بالصوج كتشمكم. اه تعرف من هذا ورا الام كتبقى بوحدها. الله يحفظك خو تحيه ديكاس للوالده من هنا. واش عمركم دوزتوا الحبس؟ لا والله لا. من 2008 والمينوط ركب في يديا، شحال من سيلون وشحال من كوميساريه، مازال لحد الان عندي حسن سير قايم تقدم للعداله بدون سوابق عدليه. والو نهائيا ورقه بيضاء، باقا الورقه بيضاء. المستوى الدراسي ديال حسن ومحسن؟ باك بلس 5، 5 بلس باك. 10 سنين ابتدائي وربع سنين سابعه ومغادره طوعيه وبيع على اسيادو مدبر ليا. ما فهمتش شنو المستوى الدراسي ديالكم. المستوى الدراسي 10 سنين ابتدائي تنقراو بجوج، تنجحوا بجوج، تنسقطوا بجوج، طلعنا للاعدادي قرينا 2 سنين 7 حنا صافي باش نقراو صافي فهمتي. العام الرابع فارقونا فارقونا ولا واحد يخرج مع واحد وصافي. ديك ملي ندخل معاه خرج انت خرج انت خرج انت خرج انت، درنا مشكل خرجنا بجوج. شنو هي الحاجه اللي خلات التوأمين حسن ومحسن يوليو مشهورين؟ المنافقين قشناهم. هذا فيلم مسلسل حلقه لا دي الحقيقه هذا الميساج الميساج علاش حدا ميساج اي من هذا المنبر ديال تريبل تي في ديديكاس هذا ميساج اي منافق تحس به منافق قول لي كما تشوفوا قول لي اليوم انا سعيد انا ازاي انا معاناه ولا حد رد الفعل الزياري حيت لا شافك معصب هو منافق اي جاسم دابا اي منافق انا سعيد بغيتي تقتلو قولي انا سعيد. دابا الدراري هاد الجوج كنت لقيتهم شحال كنت درت لهم واحد الفيديو ضحوك فهمتي الفيديو ضحوك تلقيتهم في اكدار. تحياتي لكم من هنايا ضريفين فهمتي الدراري ضريفين ما باسلين فهمتي تيقولوا لهم ما في عليه وما في وزيد الطربل ما كاين لا ضرب لا شي لعبه فهمتي الدراري ضرابوش تيمشيو يخدموا تيجيو الدار خدمه خدمه الدار تمشي تحاسن داكشي اللي فهمتو مختلف عادي خالف تعرف. الشهرة ما كتسببش لكم المشاكل؟ بالعكس عطاتنا ايجابية زوين واستفدنا بزاف ما كاينش خطأ حياة التوام ما كاينش خطأ كاين من الأخطاء السافي. دابا كنعرفوا أن التوأمين حسن ومحسن ما كاينش شي واحد اللي كيقدر عليهم في الهضرة ولا شي حاجة لا في التدوار في الحوار في الحوار. دابا شي واحد مريح داكم وانتوما ما حاملينوش نقدر نسميه بطريقتنا اللي هي كنسميوها حنا بطريقتنا نضرب حماد محمد في راسو تاع حماد صيفطوا للبلاد. الشيء اللي باغي نتعلم واخا ما تنقصش مع الاعداء ديالي فهمتي ولكن هذا الشيء يزيدنا مزيان في السيفي. كيفاش زعما؟ نشرح لك بحال ماشي دابا انا وخويا جالس معايا انا وانا ما عنديش معاه ولكن ما بغيتش نقول ليه فلان راه المقصود عليك مصير في حالك هو اللي ضرب خويا يعني حماد محمد في راسي دا حماد يمشي للبلاد غينوض بحالاش ما صافي جالس حدايا وانا ما حامش مكاش بحال جالس انا نفسي بارده اخويا وجالس انا جاسوس بغا ياك اخي نعرف ولا كنتي اخي نفسك بارده بقى جالس انا اغلبيه ناضو مشاو وللبلاد. الميساج كيوصل ديريكت. اشني الحوايج اللي ما كاينش هادشي اصدقاء فهمتي كلشي تيبغيهم
محبوب بلان محبوب بالجماعه تخلق حسن ومحسن بحال قلتي الباطل الباطل والمنافق والمنافق اللي كيتطلب بشوش شخصيات باش يبينوا لك انه تيبغيك بحالاش يقدر يجي يسمع لك فين هو التوامل وحدك لحظتك عزالي ورجوعنا يكبر لك ان شاء الله باق 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 الجلده والجباده ولا صلاه لا عباده علاش هذا كيتسمى النفاق 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 ملي يجيك راجل تموش معاه فاش مبغى راه اي واحد تقول ليه تجيني جام غيموت معاه كوكور راجل حنا بالرجوله شحال هذي تيقول كارت فيزيت على دارك دابا ولا بلاكشو على دارك دابا لا بلاكشك على وجهك راه اللي بلاكشو على دارهم هما الفتيات عندهم مؤخرات اما حنا الرجوله على وجهنا كارت فيزيت سميتها الرجوله الحوايج اللي كيفرحوا حسن ومحسن الحوايج اللي كيفرحوا حسن ومحسن تحسن واللباسي الوليد اللي كشي اللي قالوا تنفرحوا الوليد انا عرفهم السطح كاينين ينشوف راسنا بخير ونشوف الوليد ديالنا بخير حيت لو كانت الام تعذبات على ولدها حنا ما شافش عذابين ما رضيين الوليد هادو فهمتي واخا رغم ما فهمتي تحسن ومختلفين وكتتغبين كذا ما بقاتش في هادشي منين قالوا الجمله فهمتي شابو خايلي حتى تلقى السطح بنادم فهمتي لابس الكلاس طال نروجي الحديد فيلاش كدا وسولو هاد السؤال هذا والله ما يجبد كمو بالله بالله صالينا فهمتي داري خصمان علاش هاد النوع الصاد تيكون خصيم خصيم تينعس واحد تيفيق واحد تيمرض واحد صباح شراش بوماده خصها جوج شرات سيرو خصها جوج غينعس واحد غينفيق واحد هادي حاجه طبيعيه هادي الفاتحه الوالده وديديكاس لك الوالده منها ومن هاد المنبر كنقولوا الله يسمح لنا بالوالدين امين يا اي واحد عنده ميمشي الله يخليه ليه شنو هو الجديد ديال حسن ومحسن الافلام المقالب برانكات انا اصلا بلا كتفهم حرشوا بعباد الله قال لي بنادم قلبوها مقالب نصوا على عباد الله وصوروا الفرق اللي كاين هو غتصور سمعنا ان عندكم لغه خاصه الغوصيه ولكن لغه الوحش 16 الاخر اللي مازال ما وصلش شي واحد هي لغه العينين تنهضر انا خويا بعيني ما نحشاش غير نقول ليه شي كلمه انا ضرب عينيه ميساج غيشوفني غنشوف في عيني غادي والو هو راه فهمني لغه الميم لا السيرين دابا لغه الميم هي لغه العينين لغه الجسد هذيك تنهضروا على الخاصه ديالي انا وهذا هذا خصو يكون قدامي انا نكون مباشر ضروري ان شكون اي كونتاكت الدراري اللي تدوز بينك وبين الساطه هو عنده ما هو وجم هو وخو فريدتو فريده يدوا فريده فين هو فريد فيس تو فيس ولا فاس فاس ولا وجه لوجه عاد باش تفهم وشي لغه من غير لغه العينين سويه صحيحه ويا غادة زلج وربع وزلج ما غيفهمناش ما فهموناش اخوتي حتى خصنا نشرحوا لا شرحوا شرحوا الجمهور بغى يفهم شنو قلتوا سريبل سينفيس ورجولة سينكا سريبل سينفيس ورجولة سينكا يعني غادي تنوض امام الكاميرا ولا غادي تقشقش فهمتي سريبل تي في رجولة سينكا فهم شنو هو قال لي بالغوصية وشرحت انا ويا دقه واحده هاد اللغه صعيبه شويه ولكن خاصه ديالك راي شخصي كتلعبوا كرة القدم؟ كنا خير ولكن الاغلبيه كنا ندرس كرة باش يديروش اللعب. انا كنقول بحال قلتي طماعه حتى اللعبه نخرج باش نباسي لخويا. والو ما كاينش باسي شي واحد. شنو هو الفريق اللي كتشجعوا؟ شخصي شخصي ولا دابا؟ ولا دابا؟ دابا دابا تحيه لاي ايرترا اي ايرترا تحيه لها ولكن الشخصيه كيبقى كنسكنوا في الرباط، الرباط العاصمه، العاصمه عندها جمهور ديال الجيش العسكري. نحييوها. شنو هي الرساله اللي تبغيو توجهوا للفرق البيضاويه والمغربيه؟ الشغال وانا تولي اميتي مع العالم كازا كيباخلا العيون تيطوان تيطملي العالم اميتي الشعاب والو علاش حنا تنطلعوا لكازا واش نطلعوا لاي مدينه بدون لا كره كنمشيو على اساس انا وخويا كيشوف شي واحد فشي مدينه اجي عندي مرحبا كنشوفوا احسن ترحيب ملي كتوصل كتلقى رجاوي ولا كازاوي كازاوي اما كتلقى ودادي ولا رجاوي وعلاش ما يقولش لي انت راك رباطي ما تجيش عندنا لا كيهضر معاك على اساس الرجوله يعني هو ماشي شنو كتحب انت وشنو عندك انت كيعرفك انت شخصيا يعني الرساله اللي بغيتي توصلوا اننا حنا كنا خوت خوت امين في المغرب كامل من طنجه حتى القويره ومن العالم كره ارضيه كل خارج الوطن وداخل الوطن اي كوكب اي كائن حي تحيه دابا اصدقائي بان لكم قالوا في الاول حنا نهضروا بحال قد قد ولكن باش تعرفوا واحد الحاجه هذا ايناف فهمتي نوفل جينيراسيون ودا اي 5 طاغوازيام جينيراسيون الماري البيسيات اللي يفهمون هذا 16 جيجا فغام وهذا 8 عليها الاخر تيسبق الاخر في الهضره تحيه ليه وديدي كاسكو كينغ بلا حكام واحد النقطه كيقولوا على الرباطي مرحبا كيقول لك الا سولتي شي رباطي كيوضرك واش هادشي بصح نجاوبك اخويا هذا انا هضر بسميت الرباط انا بسميت الرباط علاش اشرح للدراري كازا
شنو هو الخطا اللي كيديروا ملي كيجي يسول في الرباط؟ انت ملي كتجي الرباط كتسول واحد باجي دايز هو شكون اللي ماشي هو الرباط؟ ملي تقول لي مثلا خويا بغيت نمشي لفلان راه ما غايجيش اللي يقول لك ديك الطق ولا كانوا جالسين شي معاه ولا ثلاثه ولد البلاد حتى هو غيصولو وهذا الشيء فهمناش عاود معروف عندنا انا هو الوحيد عنده ويقول سير نيشان وضو كتمشي انت كتقول وتلف عارف كاين سول حساس باركينغ مونديتا شي واحد اللي ولد البلاد اللي موقف تما الا هو عارف كاين داك القنت وشو واش غايجي ليك ولا جلك سير تما وقول ما عطاونيش والرساله مفهومه الرساله مفهومه سير عند ولد البلاد شنو هي الرساله اللي تبغي توصلوا للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن الرساله الوحيده خوشي بعد الدراري الصغار الدراري لونطريمو لونطريا اوهوي اللي عنده شي حاجه الله يسهل اللي عندك شي فكره شي مهمه ما كاينش خطا حنا اللي خرجوا لنا اعداء النجاح راه مصيبه ولكن راه تيقول لك في ماشي شي بيلان شي سمارت شي تيقول لك ما دام لديك احباء فهنالك اعداء اللي عرفنا باغي الحاجه حسن ومحسن مرحبا تقدروا تفارقوا لا والو جاونا بزاف حوايج جاتنا كونطرات جاتنا العسكر جاتنا بزاف حوايج تيقول لك مثلا العسكر الصور الحاجب انت وخوك والفيكشا جات فيكشا ما يمكنش وحده قالت المهم علينا قال لك نديكم لبرا ويدو شهر نصيفط لاخر لا يا بجوج يا حرام دابا واحد السؤال بالنسبه للام ديالكم مرحبا ملي كيدير شي واحد شي مشكل فيكم واش كتفرز واحد على والو المشكل هي بجوج دير شي حاجه غادي ندرجوها بجوج جلسوا بجوج قدامي عاد نهضر معاك ولكن دارها واحد علاش تجيب بجوج كاينش الراي الشخصي كاين لا فريروج ما تفهمش يقدر خويا الا دابا يخرج بلا ما نقلب عليها نجبد التصفار نصفر يجيو من زنقه اخرى ما تفهم والو يعني دابا نتوما بجوج عقل واحد نص عقل ماشي شي عقل واحد نص نص دابا الوالده كتقول لك عمليه الاندماج كتقول لك ريحتي جي النص ديالك عاد ندوي معاكم بوحدكم عاد نهضر معاكم عاد تقول لك شنو واقع دابا انت ما تقدرش دير شي مشكل الا ما استشرتي مع خوك لا مايمكنش خصك المهم ضروري مشكل يتفارقوا بجوجهم صح شاو ميغو تلقاو شي فيديو جديد تهلاو لي فراسكم ماتش لوف فور يو جايز اي لوف يو اي لوف يو لايل الدراري دغيا فين باغي رجوله فهمتي ما تحكموش عليهم تهلاو ميغو تلقاو شي فيديو جديد باي باي دوزو عندي انستغرام ليتس جو